مساء الخير يا بابا، يا رب حضرتك تكون مبسوط في الاوضه. هو حضرتك بتبص لي كده ليه؟ مش عارف والله يا حبيبي، حاسس اني مش على بعضي كده ودراعك شاغلني قوي. ايه اللي بتقوله ده؟ يعني ايه تقول كده؟ ما ينفعش. ايه يا بابا في ايه؟ لا حاول تسيطر على نفسك شويه لو سمحت. بقول لك ايه، انت شكلك جعان، انا هخش اجيب لك حاجه تاكلها. استنى استنى، انا اللي اروح اجيب له حاجه اكلها. لا ما انت هتسيبني لوحدي يعني؟ ما هو دراع انا اللي شغله مش دراعك. ممكن اقعد جنبك يا بابا؟ شكرا بابا. ممكن تسيطر على نفسك بقى، يعني ما تخليش الحيوان اللي جواك هو اللي يطغى. لا، خلي الانسان اللي جواك هو اللي يبقى ليك الكلمه الاولى والاخيره، لان انت انسان. ايه اللي انت جايبه ده؟ جبنه. ليه يا روح امك؟ اسد نباتي؟ لا دي ليا انا يا بابا، ليا انا. اجيب لك شويه طعميه واحمر لك بطاطس، حاجه حرشه كده. انا عايز لحمه يلا، ولا اقول لك ما انت قدامي. اتصرف يا نور عشان الموضوع فيه خطوره علينا. حاضر. حضرتك عايز اللحمه محمره ولا مشوحه ولا عايزها صينيه؟ هاتها زي ما هي. جعان جعان. انت عليه موتر ابوك. حاضر حاضر يا حاج. حاضر. هيجيب اللحمة ويجي بسرعة. شكلي ما اتغيرش كتير من يومي وانا اسد. ما تاكلش كيف؟ هايت؟ ايه يا حاج في؟ جعان. ده اتهضم. ما حضرتك لسه واكل، انت نسيت. نسيت تقريبا، انت اكلت خلاص. مش عارف ايه الفجعة اللي انا فيها دي. هي دي وجبة النهاردة خلاص. جعان. حاضر حاضر حاضر. الله يرزيك يا شطان. فين ايام مش اكلتك دي يا حاج؟ واقعد كمل اكلك دلوقتي، بقى بيزن على الاكل. يا ابني امك لازم تقول الكلام دوت، هو بيبقى واكل قد كده وتقول له مش اكلتك دي يا حاج؟ كل الستات بتقول كده. ياد ما خير ربنا كتير. امال في ايه؟ دي لحمه الشهر كله. ايه هنعمل بيها ايه لحمه الشهر كله؟ يعني ابوك جعان. استنى. ايه؟ القوانص دي بتاعت انا. لا القوانص دي بتاعتنا كلنا. لا القوانص دي امك بتجيبها عشان انا. ما انا كمان بحبها، في ايه يعني؟ طب والله العظيم ياكلنا لو ما ياكلش القوانص دي. مش لازم يا سيدي القوانص، هو خير ربنا كتير الحمد لله. اهو ايه ده؟ ايه ده؟ ده عظم. ايام ما كانت حاسه ان هو هيبقى اسد. سبحان الله، قلب الام ده شيء عظيم. او حاجه يتلهي فيها، بس ما تخشش العظمه دي تقوم راشقه في زوره. لا ده ابوك ياض، احترم نفسك. ويهدمها يا عم، يهدمها. دي حق ايه؟ بقول لك يا نور، اجري غير البنطلون ده. ليه؟ ايه اللي ليه؟ ده دم الغزال دوت صح؟ يعني في غزاله واقفه قدامه، هاتلك يا متخلف. متخلف. طب لازم نواجهه بسلاح اقوى، بالذكاء. ايه؟ الاسود بتخاف من ايه؟ من ذكر الله. هو شطن. الاسد بيخاف من النار. يعني لو قرب علينا وزام علينا نولع في نفسنا ولا نولع نفسنا؟ يا ابني كلام عادي. بفكر معاك، بفكر معاك بصوت عالي. اهو اكل كتير. هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ مفيش الا حل واحد يا ابني. ما التلاجه خلصت، مفيش حاجه. هديله القوانص. لا بس انت بتحب القوانص يا نور. بس بحب حياتي اكتر. لا بس القوانص لوحدها ما تسقفش، دي مش هتشبعه دي. خلاص. دي الملوخيه دي بيحبها قوي. ملوخيه؟ يا حبيبي اللي قاعد جوه ده مش لابس جلابيه وماسك سيجاره وكوبايه شاي، اللي قاعد جوه اسد، اسد. خلاص انا عندي حل. ايه؟ انا هروح اسرق. هتسرق مين؟ هو في حد في الشارع دلوقتي؟ انا هسرق امك. وبعد ما تسرق امك؟ في واحد فرارجي تحت، هشتري منه، هياكل ورجول فراخ ونرميها لابوك. هياكل ورجول فراخ؟ اه. ليه يا حبيبي؟ هو كلب جيرمان؟ اللي هياكل ورجول فراخ ديت ياسس بيهم كده وهو بيتفرج على المسرحيه. خلاص ما نشغلوش مسرحيه. يبقى ما نجيبش رجول وهياكل بقى والكلام ده. انت بتسددها في وشي ليه؟ امال هنعمل ايه يعني؟ اوعى تكون بتفكر في اللي بفكر فيه. مفيش حل تاني غير كده. احنا نديله الرغيفين دولت، نقول له امسك رغيفين حواوشي. بس لازم نسبكها. ازاي؟ استنى. بس كده. حلو. احنا بقى نلفهم بورق جرايد ونقول له امسك يا حاج. شلبي بيمس عليه. احلق شلبي لو ابوك كلنا. يعني ان شاء الله خير. ما
لا وانت ايه ده انت